في مسيرة بناء الدولة السعودية، سطر رجالها بطولات وملاحم بقيت راسخة في صفحات التاريخ لمؤسس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبد الله. قصة شهيرة في ملاحم بناء الدولة السعودية الثانية لصاحب السيف الأجرب، هذا السيف الشهير الذي كان رفيقا للإمام تركي بن عبد الله في مسيرة البناء. قصة بناء مسيرة الدولة السعودية الثانية في تقرير زميل سامي جميل. في ذكرى التأسيس نقف لنستحضر كثير من الملاحم التي سطرها الأبطال والتي صنعت مجدا نحتفل به اليوم. الراية السعودية طرزت بالشهادة، والسيف الذي عرف به أيضا شعار الدولة. هذا السيف وحكاية مجد سطره الإمام تركي بن عبد الله مؤسس الدولة السعودية الثانية. هذا السيف كان الرفيق الذي سماه الإمام تركي الأجرب، وتغنى به في قصائده الشهيرة، وتناقل العرب بيته الشهير: يوم كل من خوية تبرى حطيت الأجرب لي خوي مباري. عند المصاعب تبرز البطولات والتضحيات، مرت الدرعية والجزيرة العربية بظروف صعبة بعد الدولة السعودية الأولى. استنهضت هذه الظروف همة الإمام الشاب تركي بن عبد الله، واستجمع قواه، ولم تكن قصة ارتباطه بالسيف الأجرب إلا صورة لهذه التضحيات والبطولات التي قدمها. بعد سقوط الدولة السعودية الأولى مكث الإمام تركي بن عبد الله فترة وجيزة في أحد الغارات اللي موجودة على جبال طويل. كان يواجه بعض الأعداء ويحارب فيها. إن نعرف عن الفارس إنه بعد ما تنتهي كل معركة يكون عنده شخص يسقل له السيف، يسقل له السيف بمثابة اللي ينظف له السيف. فكان الإمام تركي بن عبد الله يرجع السيف حقه في الغمد بدون ما يتنظف، فالدم كان داخل الغمد سبب صدى على نصل السيف اللي هو الصفار الخفيف على مقدمة السيف. وأول عندهم الصدى اللي يكون على السيف يسمونه الجرب، فأخذ منها اسم الأجرب. أشار عبد الله فيلبي في كتابه الذكرى العربية الذهبية إلى أن الملك عبد العزيز تحدث عن سيوف حكام الدولة السعودية، وذكر أن السيف الأجرب من تلك السيوف، وأن الإمام عبد الله بن فيصل أهداه إلى أسرة آل خليفة في البحرين. طلع السيف فترة من فترات إلى مملكة البحرين، لكن في عام 2010 بعد ما زار الملك عبد الله مملكة البحرين أخذ السيف أو قدم له السيف هدية. بعد وفاة الملك عبد الله عام 2015 أبناء الملك عبد الله أعطوه للملك سلمان للحفاظ عليه. اليوم يبقى السيف الأجرب شاهدا على ملحمة تاريخية سطرتها سواعد المؤسسين، تحتفي بها السعودية في يوم التأسيس. من الدرعية سامي جميل، MBC.